بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب الجميع يكون بألف خير وسعادة. موضوعين اغرب من بعض، موضوعين يرفعوا الضغط، قصة يوسف أسامة نبيه وتصريحات قوية من كابتن عبد الواحد السيد ونفي من كابتن أسامة نبيه ولد يوسف، والتصريح التاني تصريح الأستاذ العمري فاروق وتصريح قوي جدا ورد أيضا من إعلام الزمالك. ايه القصه والحدوته؟ هبدا مع حضراتكم كالعاده بسرعه، ولكن قبل ما ابدا كلامي، احنا يا جماعه عندنا صفحه بديله اسمها اسلام علوي البديله، ديت على الفيسبوك، يا ريت تعملوا عليها متابعه، هينزل عليها فيديوهاتنا الفتره الجايه لحد المشاكل على الصفحه الكبيره ما تتحل. عندنا مشاكل كبيره جدا وبلاغات وقصص كتير، فاتمنى تعملوا متابعه على صفحه اسلام علوي البديله، وان شاء الله الفيديو ده ينزل عليها وينزل اكيد على اليوتيوب. نبدا كلامنا كده على بركه الله. ايه قصه يوسف اسامه نبيه؟ ايه الموضوع؟ طبعا احنا عارفين يوسف اسامه نبيه ما جددش مع نادي الزمالك، حلو الكلام، احنا متابعينه عن اسلام. واللي احنا وصل لنا المعلومه كده، كابتن اسامه نبيه كان طلع في تصريحات من كام يوم قال هنقعد مع مين ونكلم مين، واللاعب عايز يروح منتخب مصر وكلام كبير اكيد سمعتوه. حلو الكلام. يطلع النهارده كابتن عبد الواحد السيد يجي يقول لك احنا يعني او نادي الزمالك عمل اكتر من جلسه مع يوسف اسامه نبيه عشان يقنعه ان هو يستمر في نادي الزمالك واللاعب مش راضي. واخرها جلسه كان فيها الاستاذ امير مرتضى منصور واتفقوا على كل الخطوط العريضه وقال لهم ادوني فرصه افكر. وبعد كده اكتشفوا حاجه غريبه جدا. اكتشفوا ايه بقى؟ ان يوسف ماضي في بيراميدز، ومش بس ماضي، واخد كمان لوكشه فلوس مقدم تعاقد. حلو الكلام. الكلام ده خرج الكابتن اسامه نبيه والد كابتن يوسف اسامه نبيه وقال ما حصلش. وقال الكلام دوت ما حصلش وده تهويل واللاعب ما عادش مع حد ومحدش كلمه اصلا. والكلام لحد اللحظه دي اللي واصل ان يوسف مضى بالفعل لفريق بيراميدز. تخيل ان اللي بيتكلم مين؟ كابتن عبد الواحد السيد، كابتن عبد الواحد السيد من قلب نادي الزمالك. واللي بينفي مين؟ كابتن اسامه نبيه برضه من قلب نادي الزمالك. يعني تخيل ان من الداخل ما تعرفش المعلومه من جوه نادي الزمالك اساسا. يعني كابتن عبد الواحد من داخل الزمالك بياكد وكابتن اسامه نبيه بينفي. وفي النهايه المحصله ايه؟ اللاعب اتجمد. وسيريو المدير الفني لنادي الزمالك قرر تجميد اللاعب وتاكد ان هو مضى بالفعل البيراميدز وساب نادي الزمالك وفلق. الخبر ده ليه علاقه بالخبر الثاني لان هو اللي هيرد عليه لوحده. الاستاذ بقى العمري فاروق طلع بتصريحات قويه جدا وقال ان الاهلي بينافس نفسه. الاهلي بينافس نفسه وان احنا اصلا مش شايفين اي حد وبننافس نفسينا ومع نفسينا. الكلام ده خلى اعلام الزمالك يعني يطلع يستهجن التصريحات، والاستاذ احمد الخضري طلع قال له انت يعني ما هو ده بيحصل عشان انتوا عايزين كده. وكلام على هذه الشاكله يعني. وانا هنا برد رد بسيط جدا، باجي اقول ده اكبر دليل ان كلام الاستاذ عمرو فاروق صح، هو اللي بيحصل مع قصه يوسف اسامه نبيه. ده دي اقل حاجه، ان الزمالك دايما هو عدو نفسه. تخيل لعيب صغير لسه ما كملش 6 شهور او سنه لعب في نادي الزمالك وما لعبش اساسي كتير، يعني يوصل للمرحله ديت ورفض التجديد لنادي الزمالك وبيبص لمصلحته من هو لسه صغير. وضربت مثلا قبل كده يا جماعه بمصطفى شوبير الحارس الثالث للنادي الاهلي، وقلت تصريحات كابتن احمد شوبير اللي دايما بيتهاجم، ولكن شوف هما بيحبوا ناديهم ازاي ومتمسكين بيه ازاي. قال لك ابني هيجدد للنادي الاهلي، ده تصريحات كانت واضحه كده. ليه؟ لان النادي الاهلي خيره عليه وعلى والده، على نفسه يعني، على كابتن شوبير، على مصطفى وعلى كابتن شوبير. ونهى القصه ديت بان اللاعب هيقعد حتى لو كان هيعدي من قدام بوابه النادي، مش بس يقعد بديل، وان النادي الاهلي خيره عليهم جميعا. ما سمعناش التصريح ده ابدا في نادي الزمالك، دايما بيبصوا لمصلحتهم والزمالك دائما هو عدو نفسه. فاذا تصريحات الكابتن او الاستاذ عمرو فاروق بين الاهلي بينافس نفسه على جميع المستويات، الهدوء موجود في النادي الاهلي وحقيقه وواقع. هو مين بينافس الاهلي اصلا؟ ده مش على المستوى المحلي، على المستوى الافريقي كمان، مين بينافسه؟ احنا نضحك على بعض يا جماعه ولا احنا بنزوق القصه؟ طب ما نحل مشاكلنا اللي جوه الاول وبعد كده نيجي نبص للنادي الاهلي. ما يقولوا اللي هم عايزينه، انا لو مكانهم ومنفرد على الساحه ومنفرد بالمشهد بالمنظر ده، والله العظيم هتكلم اكتر من كده كمان. يا راجل ده احنا لما خدنا 2 دوري انا عملت اغنيه سميتها اسياد افريقيا، عادي جدا يعني، كلنا بنحب نزيط، ما بالك بقى ان هم بيزيطوا وهم على طول في نهائي افريقيا واخدين يا باشا 2 افريقيا وطالعين مش عارف 3 كاس عالم وواخدين خلاص حاسمين الدوري بقى لهم 800 سنه واخدين السوبر المحلي والسوبر بتاع اليد والسوبر اللي هنا وفي جميع الالعاب ومنفردين بالمشهد، مش عايزهم يتكلموا يقولوا احنا بننافس نفسنا؟ يعني ده انهي منطق؟ ده كابتن خالد الغندور لما الزمالك خدوا السوبر الافريقي قال مش معقول يا زمالك مش كل اسبوع بطوله. فكل واحد من حقه يشوف المؤسسه اللي هو فيها ناجحه ما دام هي ناجحه بالفعل. وانا ما ردش، انا انفذ في الملعب يا جماعه. يعني انا مش عارف والله اقول ايه. المهندس خالد عبد العزيز من كام يوم طلع بتصريح ووضح اللي انا بقوله ده.
قال لو كل مؤسسة تطلع المؤسسة تانية من دماغها وتبطل حجج وهاي وتبطل تقول ان الكل معطلها وتركز على اخطائها هتتطور، غير كده محدش هيحاسبني. ولكن احنا اصلا ولادنا ابناء الزمالك نفسهم ما فهمش خير في الزمالك، واول فرصة بتجيلهم بيسيبوا النادي ويمشي. يبقى انت بتلوم على مين؟ بتلوم على مين اذا كان ولادك نفسهم مش عندهم صبر على الزمالك نفسه؟ هتلوم مين؟ تلوم تصريحات جايه من المنافس؟ تلوم تصريحات جايه من النادي الاهلي؟ يا باشا روح بص على بيتك من الاول من جوه. يا جماعه مش هنطول اكتر من كده، عموما يعني مش تنسوا تعملوا متابعه على صفحه البديله اسلام علو البديله، وان شاء الله خير وربنا يهدي الحال ويوفق نادي الزمالك عشان واحد والله العظيم زهق. السلام عليكم.